نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. باقي يومين ويغلق باب القبول في مسابقة نجوم التاسعة. على مدار الفترة اللي فاتت استقبلنا بالفعل مواهب تستاهل أكتر كمان، وتستاهل أنه مش مسابقة واحدة هتكفي أنه يخرج كل هذه أو كل تلك المواهب والنجوم اللي موجودين واللي بيوصلوا لنا، لكن بنفكر أنه كمان ما زالت الفرصة قائمة لليومين اللي جايين. في ختام شهر يوليو هيبقى أغلق باب التقديم في المسابقة، وبعدين تبدأ بقى مرحلة التصفيات وأننا نشوف وجوه حقيقية تستاهل أنكم حضراتكم تشوفوها. وأعتقد أنه ده مطلب الناس قبل ما هو يكون واجب على الإعلام، وواحد من الأدوار الأساسية في الإعلام، لكن هو مطلب الناس طول الوقت أنه يشوفوا وشوش جديدة، ويشوف ابن محافظتك وابن منطقتك وهو بيقدم موهبة حقيقية تستاهل أنها يعني كلنا نعرفها.